كل الناس عندها منه، كبار وصغار بيخافوا منه. تذكرني بشو؟ الخيال؟ الخيال بالليل يعني؟ بيخوف يعني. كيفك؟ منيح؟ صح! الخيال! هذا هو! هذا هو؟ ايه 100%! ان شاء الله بيخافوا على طول! اللي انت مخبي لي ايه؟ هداك؟ اوه الله يخليك بدنا نبورد. الهدية نزلت. الهدية مثل ما انك شايف ميلاد. هاي القعدة الحلوة كلها من خيزران، خيزران الحلو. من عند سمراني ماب. تنربحها، تفضل أول شيء. أنت مجوز أول شيء؟ لا أعزب. أعزب. خاطب شيء؟ كمان لا. كثير منيح. مثل ما بنعرف هالأيام أيام صعبة. الشباب ما عم تقدر تتجوز. اليوم انت بدك تروح تخطب وما معك مصاري، طفران. اوكي؟ بدك تدبر عياري البدلة، تروح تستعيرها، تفوت لعند ما بعرف اي محل اي مطرح، بدك تستعير بدلة تقول لهم انا رايح اخطب وطفران ما معي مصاري، بخيلكم. بتعطونا هالبدلة تروح اخطب، بخصم البدلة، بتروح بتجيب 2 كيلو بقلاوة، كمان عياري انا طفران طالع اخطب. بس تخلص من 2 كيلو بقلاوة بدل في المحابس. كمان بتروح بتهبر 2 محابس، محبسين، بتقول لهم انا طفران تحيروني اياها تروح اخطب. اخر شيء مين عندنا بعد؟ العروس. ما بعرف مين هي، بتطلع حيلا بيت حيلا مطرح، مرحبا شيء يطلب ايدها بدي اخطب هلا. شو؟ مستعد؟ مستعد. ايوه مستعد. يلا بونجور، يعطيكم العافيه. ميلاد يونس، مرحبا. 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 بدنا نخطب وبدنا من عندك بدله، ما معي مصاري، بدك تعطيني بدله وبدي قميص مع بابيون اذا بتعمل معروف. اهتموا في اثنين. بدك بدلة؟ إذا بتعملي معروف لأنه بدي أخطب، ما معي مصاري. ولي العروس؟ بدي نبش عليها. كمان بدي نبش على العروس. بنقي العروس بتنقي معك البدلة؟ لا أنا بنقي البدلة وبروح لعند العروس. مرحبا، بدنا من عندكم شي 2 كيلو بقلاوة لأنه هلأ استعرنا البدلة ما معي مصاري، بدي 2 كيلو بقلاوة لأنه بدي روح أخطب. ميرسي. بونجور، وين في شي محل ذهب هون؟ لا بدي محل ذهب إذا بتعملي معروف. وين؟ هيدا المشروع اللي هوني؟ ايه وفي هون محل هون. ميرسي. بونجور. أنا بدي أتجوز. ميرسي، بدي محابس إذا بتعمل معروف بس ما معي مصاري. ما معك مصاري؟ تكرم معي. ميرسي كلك ذوق. بدي روح اخطب وبدي محابس لإلي ولا خطيبتي بس ما معي مصاري. ميرسي. نحن بدوري هون كريمه ولا يهمك. ميرسي كلك ذوق. بنشجع الشباب ليتجوزوا. ميرسي. اعطيه محبسين، اعطيه محبسين ولا يلا اعطيه محبس. وين العروس؟ لا مش عارف. جيب العروس وتعوا ولا يهمك. بدك تجيب العروس لحد يلا. ما بقى تاخذ لها اياس اصبعها؟ لا معلش يلا. ها؟ خفيف كثير شوي لحتى يبين. يلا. بدك تنقي ولا على الفوارة؟ على ذوقك. ما هو ما فيش بطاطا.
ليك بدك عروسي؟ يبعت لك جمالك. بدي عروس. بونسوار، كيفك مموزيل؟ ماشي الحال؟ عم نبش عروس وبدي اخطب لاربح. اوكي؟ اوكي. اوكي، قبلت معي العروس. اوكي. ايه؟ مموزيل؟ امك هون؟ اختي مالي محل بتموني بتموني عليا؟ شو ما انا نعمل مبروك. بس ما تصدق عن جد بدنا نخطب الماموزيل، بس انا ما معي مصاري، بس جايب معي المحابس. عشو متأكد؟ طيب والله على فرش البيت. على ال بي سي يعني؟ لا على فرش البيت وعلى ال بي سي بنفس الوقت، وهودي المحابس. الماس بعدين ميرسي مبروك مبروك اكلتوا بقلاوة؟ ميرسي اوكي. لأنه الوقت دهمنا كان مفروض نروح لعندها على البيت ونطلبها من البيت، بس لأنه ما معنا وقت بقى وعدت امتدن قرر المخرج إنه هون يصير المشهد، وكمان بيتر قرر إنه العروس اللي تقبل إلها سوربريز. شو محضر لك سوربريز المخرج؟ ميرسي يا حبيب الفان، تفضلي. يلا يلا على الفان، افتح الفان سوربريز تبعك جوا. بحب ذكركم اول شيء مبروكين. ميرسي مبروكين. بحب ذكركم انه المخرج كان مصر تروح على البيت بيت العروس تطلبها من اهلها بالبيت، بس لانه دهمنا الوقت عتمت مش الحال، كفيها هون. اوكي زبط لها البابيون حشا لوقه. اي اوكي هيك منيح. اوكي هديتك من عند سمراني ماب، مثل ما قلنا سمراني اول طلعت يسوع الملك على اليمين وطلعت طريق الرابيه الاساسيه يعني على اليمين. هودي كل شيء خيزران، هالكراسي الصغار والحلوين الكبار، وهديتك انت يا عروس كمان هودي كل شيء بلاستيك، الاشكال الفضائيه، الكراسي الحلوين المرجوحه الى اخره من عند سمراني ماب. وبدكم شيء؟ هول الاغراض، هول الاغراض المحابس والتياب بكره بترد لهم اياهم لان سكروا هلا عتمت. اوكي تيابك هوديك بعدهم عندهم بترد الجداد والمحابس لهذا المحل. اوكي بيطلع لي بقلاوه. ايه بقلاوه تفضل. يلا مبروك. ميرسي تفضل.